لا يمكن ابو الفتوح هيجي في يوم يمسك الدوله، انا بقول اهو لا يمكن، قدر ربنا، ولا الاخوان راجعين يمسكوا البلد تاني انتهى الموضوع، ولا حمدين هيجي في يوم يمسك الدوله، ولا البرادع في يوم هيبقى ليه اصلا تواجد على الارض، الكلام ده خالص. ليه بقول الكلام ده؟ مش محدش يعلم الا المولى سبحانه وتعالى، ولكن بتكلم ثقه في الشعب اللي هو عارف الناس دي تماما، وكشف الناس دي تماما، كل واحد عارف مين ده. وعشان كده بقول اي حد، اي حد عايز يتفضل يورينا اماره على الاقل في على الارض، ولكن احنا شايفين اماراتهم شكلها ايه. خلينا قبل ما اخد اتصالات حضراتكم، وهنا يمكن اللي هقوله ده موجه لسيد محافظ الغربيه اللي هو احمد ضيف. في كوبري على بحر شبين، كوبري قبل المفروض من 2006 لحد 2016، بقى له 10 سنين والموقع صدى البلد، وانا بحيي زملائي في موقع صدى البلد ان هم صوروا الفيديو ده. الكوبري ده المفروض انه يدخل الخدمه او يتم تسليمه، وقبل ما يتم تسليمه ظهر فيه العيوب اللي قدام حضراتكم دي، المشاكل الفنيه اللي قدامكم دي. وانا هنا بصراحه يعني بسال اللي هو احمد ضيف، صقر محافظ الغربيه وراجل يعني بلدياتنا، ويعني ولنا الشرف يعني من عندنا من سوهاج طبعا. بقول له سياده المحافظ، هذا الكوبري اللي موجود على موقع صدى البلد انه كان المفروض يتم استلامه ولم يتم تسلمه حتى الان، هل ممكن مين اللي عمل الكوبري ده؟ من هي الجهه التي انشات هذا الكوبري؟ الكوبري ده بيفكرني كوبري سوهاج. كوبري سوهاج فاكرينه قبل ما يتم افتتاحه برضه؟ لا، وحصل فيه مش عارف شروخ وادت لحوادث، ويعني حصل فيه مشاكل وشكلت لجنه، واللجنه تحقيق معاها، ويعني الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج عمل احالهم اللي مش عارف فين، واخدوا اجراءات كتيره جدا. هذا الكوبري ايضا مطلوب من محافظ الغربيه يقول لنا مين اللي عمل الكوبري ده، ومين المفروض يستلم هذا الكوبري، وهي الجهه المسؤوله عن هذا الكوبري. يا جماعه لو سمحتوا، عشان كده بنقول مسألة الإشراف والأمانة والضمير. ما أنت في كوبري زي كده، يعني الجهة المنفذة، وأنا ما أعرفش مين الجهة المنفذة، إنك بتعمل كوبري غير مواصفات فنية أو هندسية، وأنا راجل بتاع فن ولا بتاع هندسة، ماليش علاقة بالكلام ده، ولكن المواصفات الهندسية لهذا الكوبري مين اللي عملها؟ مين الجهة المنفذة؟ مين الجهة اللي بتشرف على هذا الأمر؟ إن أنت بتعمل كوبري بقالنا 10 سنين بتعمل في هذا الكوبري، ولما تيجي كوبري بايظ، كوبري زي قدامنا اهو زي ما شايفين حضراتكم. هذا الامر يا جماعه يستحق على طول ان احنا قبل ما نقول لجنه، وقبل ما نقول تحقيق، وقبل ما نقول نيابه عامه، وقبل ما نقول لجان فنيه، الضمير، الضمير، كل واحد يراعي ضميره وهو بيروح يعمل شغلانه يعملها بما يرضي ربنا، يراعي انه في حساب، انه في رب هيحاسب، في رب هيحاسبك ان انت خدت المهمه ديت تعملها بما يرضي الله، بدل ما تعمل طبقه اسفلت كويسه او طبقه رمل كويسه او حاطط مش عارف ايه كويس او حديد قد ايه او كذا قد ايه، لو سمحت ما اللي انت هتاخده والله ما هينفعك. يعني انا مش بتهم حد، ولكن بقول بس حاجه واحده بس، راعي ضميرك وراعي ربنا قبل ما تراعي المسؤول. ما المسؤول ده بشر زيك، ولكن المولى سبحانه وتعالى اللي بيراقبك في كل تصرفاتك راعيه وانت بتعمل الشغلانه دي. فارجو انه المقاول اللي مسؤول، الفن المسؤول، المهندس اللي مسؤول، الجهه اللي مسؤوله اللي نفذت هذا الامر، ربنا يا جماعه، قبل ما تراعي انه محافظ هيحقق معاك ولا حد هيحولك للنيابه الصبح. لا، مش ده اللي يعنيني. خلي بالك انه في مواطن هيعدي، في عربيات هتعدي على الكلام ده، فجأة لا قدر الله حصل مشكلة، والناس دي لا قدر الله تكون انت سبب جرى لهم حاجة. يعني حساب ده ثمنه كام؟ ده ثمنه ولا تقول لي فلوس ولا غيره. ان مواطن يدفع الثمن ده من اهالينا في الغربية او في اي مكان، ما هو الكوبري ده اي حد ممكن يعدي عليه، ممكن انا اعدي عليه ابقى رايح زيارة هناك ولا غيره، اي حد، اي مسؤول، اي مواطن، اي مواطن يعدي عليه. فكلنا ممكن نبقى ضحايا في المكان ده.
وده تساؤلي، وده اللي هنحاول يعني نشوف رد محافظ الغربية على هذا الأمر. وخلينا هناخد اتصالاتكم حالاً.